التيربو تشارجر او التيربو هو عبارة عن ضاغط هواء مركزي بيتم من خلاله الشحن الجبري للهواء داخل المحرك، سواء المحرك ده ديزل او بنزين. تمام، نفس الفكرة هي في المحركين، لكن طبعا المكونات بتختلف والحجم بيختلف. المكونات الرئيسية بيبقى الهاوزنج بتاع الكمبريسور اللي من الجانب الشمال، الهاوزنج الكمبريسور ويل او مروحة الكمبريسور، التربينة والهاوزنج بتاع التربينة بتاعتي، والعمود الرئيسي والرومان بيلي بتاعي، والأولسيلات عشان تمنع تسريب الزيت. تمام، الجزء اللي هو الرئيسي بتاع التيربو اللي هو الكارتج، او الجزء اللي هو بنسميه المنتصف او القوقعة بتاعتي، طبعا بخلاف الكفرز، يعني الجزء ده اللي هو بخلاف الكفرز طبعا بيلف درجة بسرعات عالية جدا تصل لمئات الالاف، تقريبا بتصل ل 280 الف RPM. تمام، طبعا بيكون في عملية تزييت للعمود والرومان بيلي عشان طبعا يقلل الاحتكاك الناتج عن الحركة، من خلال طبعا فتحات بتبقى داخل من فوق من اعلى العمود والبيرنج، وفي فتحات اللي هي الراجع بتبقى اسفل العمود. طبعا دي الحركه بتاعه العمود بتاعه المحرك اللي هي بدون تيربو اللي هو الناتشرالي اسبيريتد، بيبقى في حركه تردديه، وفي صباب للانتيك، وفي صباب للاكزاوست او العادم، وفي طبعا فلتر الهواء اللي هو الجزء اللي هو الاحمر اللي في اليمين بيعمل على فلتره الهواء الجوي. تمام، في حاله ان احنا هنركب تيربو بيركب بالشكل اللي احنا شايفينه، بياخد طبعا العادم بيحول الطاقه بتاعه العادم، الحركه تحرك المروحة بتاعت التوربينة، وبالتالي بتنتقل الحركة دي لمروحة الكمبريسور اللي هو بيضغط كمية هواء كبيرة جدا عشان يتم شحنها لغرفة الاحتراق. لكن في خلال العملية دي بيتم رفع درجة حرارة الهواء الداخل للمحرك نتيجة طبعا انتقال درجة حرارة العادم للكمبريسور، وارتفاع درجة حرارة نتيجة الضغط، يعني العلاقة طردية بين الضغط ودرجة الحرارة. فبالتالي بنحاول ان احنا نعالج الموضوع ده، ان احنا نقلل درجة الحرارة عشان نرفع كثافة الهواء ونحصل على اعلى كفاءة ونتجنب عملية النوكينج اللي بتحصل في المحرك ده، من خلال ايه حاجة اسمها انتر كولر، بندخل من جانب منها اللي هو الهواء اللي طالع من التيربو، وناخد الناحية التانية هواء بارد اللي هو يدخل لغرفة الاحتراق. طبعا تقريبا الهواء اللي داخل على انتر كولر بيكون درجة حرارته تقريبا 200 درجة مئوية، وبنوصلها ل 40 درجة مئوية او 50 درجة مئوية اللي هي تبقى مناسبة لعملية الاحتراق بتاعتي، اللي هي اعلى كثافة واقل درجة حرارة، وده بالتالي يكون حصلنا على المعادلة اللي هي ممتازة للتربو بتاعي.